تيسير أمورك في الحياة، صلاح حالك، صلاح زوجتك، صلاح ذريتك، صلاح دنياك، كلها هذا من التيسير. وهذا لا يقوم لا يعمله إلا الله جل جلاله. لكن متى؟ إذا أنت فعلا تستحق ذلك وأقبلت وأعطيت من عمرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطينا بلا طلب، لكن لأنه يريد منا أن نطلبه ليعطينا، قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلب الهداية أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن الله عز وجل يحب أنك تطلبه، يحب أنك تنكسر بين يديه، يحب أنه يرى نعمته عليك ظاهرة. ولذلك اعطي من نفسك. العطاء لا يشترط أن يكون مال، العطاء قد يكون يعني أي صورة من صور الخير. الصلح بين الناس هذا خير، بذل النصيحة هذا خير، الكلمة الطيبة التي تلقيها للناس هذا خير، صلة الأرحام هذا خير، صنائع المعروف لا حد لها. المهم أن تكون شخصا معطي. لماذا؟ لأنه كل صباح هناك ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. لن نستطيع أن نستلذ بهذا الحديث إذا حصرنا العطاء بالصدقة والمال. لا، العطاء واسع، باب كبير. ولذلك تميز أنت أن تكون مفتاحا لكل خير. خلي الناس إذا شافتك استبشرت فيك، يعلمون أنك أنت خير يمشي على الأرض. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. العكس، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. ما أجمل صنائع المعروف وفعل المعروف. اليوم أريد أن أعطيكم قصة حدثت في عهد سليمان بن عبد الملك. هذه القصة تعطينا حقيقة روعة وجمال العطاء. كان هناك رجل اسمه خزيمة ابن بشر، وهذا كان من التجار والكرام. انكسر خزيمة وتعرض بعد العز إلى الذل، وبعد المال إلى الخسارة. وكان يحكم بلدتهم رجل اسمه عكرمة الفياض. عكرمة الفياض سأل عن خزيمة، قال أين خزيمة؟ فقدناه في مجالسنا. فقالوا إنه قد انكسر وأصبح مديونا فقيرا محتاجا، وقفل بابه عن مقابلة الناس. فلما كان من الليل، كان عكرمة في طبيعة جميلة أنه يذهب في الليل في الخفاء يفرج كرب الناس، يفعل الخير، يبذل الخير، يسعى في حوائج الناس. فأخذ صرة فيها 4000 دينار، وهذا مبلغ ضخم جدا في ذلك الوقت. وذهب إلى خزيمة في آخر الليل وطرق الباب عليه. كان ظلام، ما في أنوار ولا شيء. فلما فتح وإذا بذلك الرجل الذي قد تلثم، فقال من أنت؟ قال ما أتيتك بهذه الساعة وأنا أريدك أن تعرفني، خذ وفرج كربتي. قال والله لا أخذ منك شيئا حتى تقول لي من أنت. قال أنا جابر عثرات الكرام، أنا جابر عثرات الكرام. أخذ منه المال، ولما فتح المال وإذا بالمال وفير، سدد الديون التي عليه وبدأ حياته من جديد، وصلحت حال خزيمة. فذهب ليزور الخليفة سليمان بن عبد الملك، فقال له الخليفة تأخرت علينا فقدناك. فقال نعم، إني قد كنت في عز ثم انكسرت، ثم ساق الله لي رجل وأعطاني من المال ما أغناني. قال من هو؟ قال والله لا أعرفه، لكنه اسمه جابر عثرات الكرام. فقال له الخليفة يا خزيمة إني أريد أن أوليك على بلدتك، أريد أن أوليك على البلدة، وأعزل عكرمة وأضعك مكانه. طبعا هذا خزيمة لا يعرف أن عكرمة هذا هو جابر عثرات الكرام. فذهب خزيمة ينفذ أمر الخليفة، وأول ما قام به أن جرد الخزينة بيت المال.
فوجد أن هناك نقص في الأموال، كان عكرمة يأخذ المال ثم إذا جاء مال آخر يسدد وهكذا. فلما سأله عن المال الناقص قال والله إني أنفقته في الخير وسيعود. قال إذن تسجن. فسجنه وحبسه ومنع عنه الناس، قال إذا سددت المبلغ الذي عليك نخرجك من السجن. وتمر الأيام، يوم يومان، أسبوع أسبوعين، شهر، وهو في سجنه قابع الكريم. ثم تأتي زوجة عكرمة إلى خزيمة الحاكم تطلب الشفاعة في زوجها، فيرفض الشفاعة ويقول أبدا ولا يخرج حتى يسدد. فأتت وهمست بإذنه، قالت حتى ولو علمت أنه هو جابر عثرات الكرام. فاهتز خزيمة، قال هذا جابر عثرات الكرام؟ قالت لا، ولكنه كتم الأمر، لا يريد الفضيحة ويريد أن يعمل عمل بينه وبين الله. فقام من لحظته ونزل إلى السجن وفك القيود وقيد نفسه خزيمة، وقال والله لا أفك قيدي إلا عند سليمان بن عبد الملك. وأخذ عكرمة وذهب به إلى سليمان وقال يا خليفة المسلمين، هذا ما فعلته مع عكرمة وهذا ما فعله معي عكرمة. فأكرمهما الخليفة. الشاهد من هذه القصة ما هو؟ انظر إلى الإكرام وماذا يفعل بصاحبه. كونوا كلكم جابر عثرات الكرام، ما المانع يا أخي؟ ما المانع أن تكون ذلك الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبهك أيها المؤمن من الشجر بالنخلة لأنها كلها خير، وشبهك من الدواب والطيور بالنحلة التي لا تأكل إلا طيبا ولا تخرج إلا طيبا، وإذا وقعت على شيء لا تكسره. هل أنت كذلك؟ هل أنت فعلا ممن قال فيهم الشافعي وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يديه للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. احمد ربك إن الله جعل الناس تأتيك، ما تذهب أنت تطرق أبوابهم. قد مات أقوام وما ماتت مكارمهم، وعاش أقوام وهم في الناس أموات. والله في ناس يولد ويموت ما عرفه ولا حتى جاره، ما في خير نفعه لنفسه. وهناك من الناس فقير لا يملك من الدنيا شيء، ومع ذلك فتحت بيوت بسببه، وسددت ديون بسببه، وفرجت كرب بسببه، وأينما حل فهو بركة. كن كذلك، كن كذلك، لا تحرم نفسك الخير. هناك صور كثيرة يا أخي من نشر الخير يا أخي، مثلا الذي يدعو الناس ويعلم الناس الخير، المعلم الذي لا يقتصر في مدرسته على أن يكون معلم يؤدي المنهج، بل عكس تجده يضحك مع هذا ويربي هذا ويؤدب هذا ويعلم هذا، خاصة مع الضعيف والمسكين. الطبيب الذي لا يمارس وظيفته على كتجارة، بل يمارسها كرحمة يرحم بها المريض. التاجر الذي سعادته فيما يذهب تعادل سعادته فيما يأتي إليه، دائما يفرج كرب الناس ويسعى في حوائجهم. بسيط الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كن كذلك، والله لا تعدم الخير، فيك من الخير الشيء الكثير، لكن عندما تقصر العطاء على المال ستتعب. كلمة طيبة منك قد تصلح أحوال ناس كثير. تبسمك يا أخي، ابتسامتك، هذه اللغة الوحيدة التي يفهمها العالم كله، لماذا تحرم نفسك منها؟ بعض الناس أعوذ بالله تقول ضب، ما يعرف يتبسم في وجه أحد أبدا، وبعض الناس ما شاء الله تشوفه ينشرح خاطرك له. هذا الذي ينشرح خاطرك له هو الباذل، بذل من روحه وبذل من نفسه. أنا أقول باختصار يا إخواني، هل أنت بصراحة ممن يفرح الناس برؤيتهم، أو أنت ممن ينفر الناس منه؟ أنت عرف بنفسك، هل أنت ممن إذا جيت قالوا يا هلا وكل الناس تفز فيك؟ ليه؟ من سماحة نفسك وطيب روحك وخدمتك وحشمتك وتفعل الخير، ولا أنت من الناس اللي أعوذ بالله إذا رآه الناس صد الناس عنه؟ كم من شخص تقاعد من وظيفته فمات في همه وما عرفه أحد،
وكم من شخص تقاعد من وظيفته وزاد حب الناس له. لماذا؟ لأنه كان مفتاح للخير، وكان إنسان يسعى في حوائج الناس. احذر يا أخي الحبيب أن تكون ذلك الشخص الأناني الذي لا يحب إلا نفسه، ولا يهمه أي شيء حوله، ولا يفكر إلا بنفسه فقط. أعوذ بالله، ما هذه الحياة؟ ما هذه الحياة يا أخي؟ الشمس هذه منذ أن خلقها الله وهي تبث النور للناس ما احترقت، ما زالت قائمة. النهر هذا الذي يمشي بين يديك، والبحر يخرج كل نعمه لك ما يأكلها. هذه الحياة، الشجرة تعطيك ثمارها ما تأكلها. الحياة مبنية على العطاء، فكن كذلك، كن كذلك، لا تكن ذلك الناشف الأناني الذي أعوذ بالله يعيش جامد لا فائدة منه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من النافعين، وأن يجعلنا من المباركين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه